بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الأرض ورب السماء. خلق آدم وعلمه الأسماء ونزل من القرآن ما فيه شفاء ليضيء به قلوب العارفين والأذكياء. بسم الله رب الأكوان المشرق بنوره كل مكان الموجود الحق بين الدهور والأزمان والباقي بحق وكل من عليه فاق. فلنقرأ الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى روح أمواتنا وأموات المسلمين جميعا. عهدت بربي ألا أعود لها أنا أخوض العهود بيني وبينك جسر عامر قد ضاع مع العهود صدري يليق من الذنوب فإن لم تغفر لروحي ربي ستصل إلى طريق مسدود. وعزتنا الأيام والدهور على مر الشهور بأن الحزن يعقبه السهول وأن الزمان بأهله عسير. كم أفلت الدنيا بأهلها من زور وقصور فالعامل بالتقى مسرور ولكن لا تعمى الأبصار بل تعمى القلوب التي في السر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى يوم يتخلى كل نبي عن قوم. فالمسيح عيسى ابن مريم يقول نفسي نفسي وقد كان في الدنيا المسيح وآدم عليه السلام يقول نفسي نفسي إنما أنا بالخطيئة فريح وإبراهيم الخليل يقول نفسي نفسي وقد كان في الدنيا السميع ويوسف عليه السلام يقول نفسي نفسي وقد كان في الدنيا المسيح. فإذا الأنام ما أتوا طاها يقول الجليل يا نار ارجعي لقد شفعت فيهم حبيبي محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام عود الكريم طيب مبارك بعد السور الأرض والسماء معجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم والتي يصرف فيها تلاوتها
علم من أعلام التلاوة الجمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة الألذية فضيلة القارئ الشيخ محمد حمدي ليتفضل مشكورا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء
يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما بسم الله إنما إلهكم الله بسم الله كذلك نقص عليك من أنباء
فقل لينسفها ربي نسفا.
ولا فتعالى الله
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وكذلك أنزلنا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وقلنا يا
وَمَنْ أَعْرَضَ
إنا لا 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 فإن لها معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة
سبع ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترى فاصبر صبر على يقين فصبر على يقين
نحن نعزك والعاقبة للتقوى والله لقد صدق القائل زهنور لما تدلت آيات الهدى وأطرح كيوم السعادة مخلدا وغنى باب رضوان الخير التي وغنى بها على حسن التلاوات بالقلوب تعجب منه العندليب فغرد وجبريل من فوق السماء مرددا حماك الله يا خير طارئ لأعظم تكريم للنبي محمد. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحابة سنة الأول القرآنية المباركة والتي اطلع علينا طارق قريب مصر العربية والقيم بمحافظة الأليبية قبيلة القارة الشيخ محمد حمزي المقرنين والمعروف برشوش الكبرى التابعة لمركز ومدينة توخ بمحافظة الأليبية وذلك عبر أسير مبادرة بساعتنا المحلية والهندسة الكهربائية الفاخرة وقصر خصوصية فعالة المتنكيلة على مستوى الزهرية والتي تطلب دائما بإدارة قدرة الحاج محمد عبد الهادي شعبان المقيم في سعيد وشعر. أيها السادة سعيد المشكور